ونظيره البريطاني. رئيسيين في المنطقة، وهنالك اتفاق كبير جدا فيما يجب أن نفعله هو الاستراتيجية على مسارين. أعتقد بأن التقدم الذي حققه جون كيري في لوزان يجب أن نلاحقه بنشاط، ويجب أن نتعرف إذا ما تمكننا من التعرف على إرهابي النصرة في حلب، هذا هو الأسلوب الصحيح. ولكن هذا لا يعني من أننا بأي شكل يجب أن نخفف من ضغوطاتنا على النظام وداعبي بالتأكيد الروس والإيرانيين. تحدثنا عن قائمة طويلة من المقترحات والأفكار للمحافظة على هذا الضغط وزيادته، المقترحات الاقتصادية وأخرى لضمان الأساليب الجديدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب، وبالتأكيد كما شاهدت مسبقا الإجراءات لتقديم مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة، سواء محكمة الجنايات الدولية أو غيرها. لن أدعي بأن في هذه المقترحات أو فيها حلول سحرية لهذا أو هذه المجازر المروعة، لأن الجواب الحقيقي يقع بين أيدي هؤلاء الذين يرتكبونها، وبشكل كبير نظام الأسد والداعمين سواء الروس والإيرانيين، والأمر يعود إليهم لانتهاز هذه الفرصة وأن يستغلوا الفرصة وربما يظهروا دور القيادة. لم يحاول أحد بجد أكثر من جون كيري لدفع الروس والآخرين لرؤية الأمور من هذه الزاوية، وأنا أحييه على ما قام به، ولكن الأمر بأيديهم الآن للإصغاء ولإظهار الرحمة لهؤلاء الأشخاص في هذه المدينة. حافظوا على وقف إطلاق النار، استمروا بالمفاوضات في جنيفا ولنوقف هذه المجازر. جون لندن، ونحن نقدر تماما هذه الجهود وهذه الفرصة لأن يتم تبادل وجهات النظر كما فعلنا، وأيضا في اجتماع لوزيان بالأمس. وأقول بأننا جميعا لدينا قلق كبير وعميق، ونشعر بالغضب بشأن ما يحدث في حلب، وهذا في عام 2016 في بداية هذا القرن. تعد خطوة للوراء، خطوة كبيرة للوراء، للعودة مرة أخرى إلى البربرية واستخدام القوة، وهذه تعد إهانة لكل قيم الأمم المتحدة، وهذه القيم التي آمنت بها معظم البلدان بأنها ينبغي أن تكون مصدر إرشاد لأفعالنا ولتجنب الكوارث الإنسانية التي تحدث. ومن الممكن أن يتم وقفها غدا مساء إذا ما قامت روسيا والنظام السوري بالالتزام بأي معايير وأي أعراف، لكن ذلك لم يحدث. على العكس، نحن نرى ما جرائم ما يمكن وصفها على أنها جرائم حرب، وليس هناك وصف آخر بشأن قذف الأطفال واستخدام الغازات المحظورة من قبل الاتفاقيات الدولية في حلب وفي أي مكان آخر في البلاد، كما حدث ذلك أيضا من قبل نظام الأسد. ومن ثم عندما تشارك دولة عظمى في هذا الحرب كما اختارت روسيا بأن تذهب إلى هناك وأن تضع صواريخها وتهدد الناس هناك باستخدام الإجراءات العسكرية، هذا يرفع من حجم المواجهة
وأيضا تقديم الدعم لنظام الأسد حتى إذا كان هناك ادعاء بأنه يتعقب إرهابيين. ونحن نعرف جميعا لأننا لدينا العزم بأننا نقف جميعا ضد الإرهابيين، ونحن نشارك في تحالف يضم أكثر من 60 دولة بشأن اتباع داعش. وروسيا لم تركز على ذلك، بل إنها تركز جهودها على النصرة أو القاعدة. 85% من القذف الذي قاموا به ضد المعارضة المعتدلة في سوريا، وقاموا بذلك من أجل تقديم الدعم للأسد بادعاء محاربة الإرهاب. وهناك لمرات عديدة لم ينتهزوا الفرصة لاتباع داعش، وأيضا قاموا بقذف النصرة وأيضا المعارضة الشرعية. القضية سواء أننا نجحنا في العثور على سبيل للمضي قدما وللنجاح في وقف إطلاق النار، وأن نعود مرة أخرى لطاولة المفاوضات والوصول إلى حل سلمي، كما يقولون بأنه هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في سوريا. أعتقد إذا كانوا يؤمنون بذلك لابد من اتخاذ إجراءات تدعم ذلك. في اجتماع الأمس بلوزيان كان لدينا مناقشات صريحة مع الروس والإيرانيين هناك بشأن بالضبط كيف يمكن أن نصل إلى حل، وهناك جهود خلال اليومين المقبلين، وربما نأمل بأن يكون هناك إمكانية لوقف إطلاق النار والعودة إلى الهدنة، لكن هذا صعب. هذا صعب لأن لا يزال هناك قلق كبير في حلب والوصول إلى حل بشأن حلب، وليس هناك استعداد للمشاركة بأي طريقة بصدق، وذلك سيتم اختباره خلال الأيام المقبلة وسوف نرى. بالأمس كان هناك مناقشات طويلة بشأن الطرق المحتملة للعودة مرة أخرى إلى مقترح وقف إطلاق النار بطريقة مختلفة من أجل أن نصل إلى حل. وظيفتنا هي أن ندرس هذه الاحتمالات والإمكانات، وهذا ما نحاول أن نقوم به. وأنا أمل سواء اليوم أو في الأيام المقبلة عبر الطاولة أن نستمر في عملنا. هذا ليس لأي أحد الحق في أن يستمر هذا الوضع على ما هو عليه في حلب في ظل هذا القذف. فهناك من يطرح سؤال بأن ما يحدث في حلب ليس مقبولا، ويجب أن يفهم الروس وأيضا غيرهم بأن ليس هذه نهاية الحرب. لا يمكن إنهاء هذه الحرب بدون حل سياسي. حتى ولو سقطت حلب، حتى ولو تدمرت، فذلك لن يغير من آلية هذه الحرب، لأن هناك بلدان أخرى ستواصل تقديم الدعم للمعارضة، وسيكون هناك إمكانية لخلق مزيد من الإرهابيين، وسوريا هي الضحية في النهاية كما هو حال المنطقة أيضا. نحن نواصل العمل على دراسة هذه الخيارات، ومن المحبط أن أكون هناك اجتماعات أخرى لمناقشة ذلك، وأنا أعلم أن هناك من يستمعون إلى هذه التصريحات. نحن نحتاج إلى مزيد من المناقشات، نعم بالتأكيد، ونحتاج أيضا إلى أن نتوخى الحذر حتى لا يتسع نطاق الحرب، وأن يكون هناك مواجهات طائفية في المنطقة بالكامل، وأن يكون هناك قوى عظمى منخرطة في هذا النزاع، وذلك له تبعات كارثية. نعم، أنا أخشى من تعقيد الأمور أكثر من ذلك.
في بعض الأحيان يكون هناك طريقة لمحاولة البحث عن انفراجة، وأنا أقدر جهود معالي الوزير بوريس وأيضا المناقشات التي أجريت بالأمس. نحن نبحث جاهدين عن حل، ونحاول من خلال نتائج اجتماع الأمس واليوم من خلال الخبراء أن نبني مناقشات وآمال يمكن أن تفتح أي إمكانية للحل. تم القيام بالكثير من الأمور حتى الآن، الكثير. هناك حرب على أرض، وهذه الحرب تحدث بأن هناك أناس مدربين ومسلحين ويشاركون في هذه الاشتباكات، وأيضا الروس يقومون بالقذف هناك. وهناك أيضا حرب ليس فقط ضد الناس، ولكن هناك أيضا محاولات من قبل الأمم المتحدة ومن قبل قوى أخرى لبحث الآليات المطلوبة، ونحن لا نرى البرلمان في الاتحاد الأوروبي أعلن الحرب وبلدان أخرى اتخذت نفس السبيل. نحن نتبنى الدبلوماسية، هذه الأدوات التي في أيدينا، ونحاول أن نجد حلول لتجنب هذه التبعات. لكن ما هي الإجراءات؟ لدي الكثير من الخبراء الذين واجهوا مشكلات للوصول إلى حل. في اجتماع لوزيان بالأمس كان هناك أفكار جديدة طرحت من قبل الخبراء، هل يمكن أن يتم تحقيقها قبل تقاعد رئيس أوباما؟ أنا لا أعتقد أن نظام الأسد أو الروس الذين يدعمون نظام الأسد قادرون على الفوز في هذه الحرب، وأيضا السيطرة على حلب. حلب لم تسقط بعد، وهناك قدر كبير من المقاتلين في هذا البلد، وهناك قدر كبير من المدنيين، وهذا تحدي للروس الإنسانية. هذا ما قاله الوزير شيري، أن يتم الوصول إلى حل سلمي، وأنا أعتقد أن هناك مصالح طويلة المدى للروس لشعب السوري فوق كل ذلك. هذا يعني أن هناك ضرورة لوقف إطلاق النار على الفور، وأن يكون هناك اتفاق شامل بشأن ذلك، والعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات في جنيف. ليس هناك خيار آخر غير الطاولة، والخيارات العسكرية صعبة للغاية، وأعتقد أن هناك غياب للشهية السياسية لأن يتم الوصول إلى هذا الحل السلمي. نحن نحاول أن نستخدم الأدوات التي أمامنا، الأدوات الدبلوماسية، وهذه هي الأدوات المؤثرة في أيدينا الآن، أن لدينا القدرة إلى أن نجعل الرئيس بوتين والروس يشعرون بالتبعات، تبعات ما يقومون به، فما يقومون به مؤثر بشكل كبير. الحكومة الفرنسية بالنسبة للمناقشات مع الروس بشأن سوريا أيضا، وعدم الرغبة في المقابلة الرئيس بوتين، مما أدى في النهاية إلى امتناع الرئيس بوتين عن هذه الزيارة. وهناك إجراءات مقترحة بشأن العقوبات للنظام الدعمي، وأيضا أن يكون هناك مسؤوليات أمام المحكمة الجنائية الدولية تجاه ما يتم من جرائم ضد هؤلاء الذين يرتكبون هذه الجرائم. أعتقد أنهم يجب أن يدرسون هذه الخيارات. نحن أيضا نقوم بدراسة العقوبات، وأريد أن أوضح بأن الرئيس أوباما لم يتخذ أي خيار حتى الآن، وبالتالي نحن نرى أين نحن الآن وخلال الأيام المقبلة ماذا سيحدث حتى يتسنى اتخاذ القرار.